الذي يتوفى في حوار حصري مع نائب مجلس الشعب سي عدنان حاجي نائب بمجلس النواب. بطبيعة الحال حكينا قبل على الشلل اللي صاب شركة فوسفات قفا من شراء الإضراب نقل عمال نقل المواد المنجمية. حبوا نسألوا سي عدنان كنائب في مجلس الشعب شنو هو آخر الأخبار في علاقة بإدماج العمال هذوما في إطار شركة فوسفات قفا. شكرا. بالنسبة لشركتنا نقل المواد المنجمية عمالها هم في إضراب مفتوح يطالبون بإدماجهم ضمن شركة فوسفات قفا. المطلب هذا هم في الحقيقة هو مطلب شرعي، مطلب معقول، معناه ما في شك، باعتبار أنه اتفاقية أبريل 2011 بين الاتحاد والحكومة تنص على إدماج العمال أو عمال المناولة في القطاع العمومي ضمن الشركات الأم التي كانوا يقدمون لها خدمات مباشرة، وهذا تم بالفعل، تم بالنسبة لعمال الحراسة، تم بالنسبة لعمال التنظيف، تم بالنسبة لفام دي ميناج، هذوكم نسموهم لفام دي ميناج اللي يخدموا في شركة فوسفات قفا. إلا أنه بالنسبة لشركة نقل المواد الشركة هذه وقع إحداثها معناها بدون دراسة وبدون معناها إعداد معناها اللوجستي لها لقيامها والإعداد القانوني لها. شركة بقت اليوم لمدة 4 سنوات معناها تعمل أو عمالها يعملون في ظروف معناها غير لائقة، ظروف صعبة جدا. هذه الشركة تفتقر إلى الآليات للعمل، تفتقر عدد العمال أكثر من طاقة الشركة. هذه الشركة ولدت ميتة في الحقيقة، الشركة اليوم تعاني من خسارة كبرى إلى حد اليوم. هذه الشركة معناها شركة فوسفات قفا لا تعطيها الأولوية في نقل الفوسفات إلى المناطق الأخرى المجمع الكيميائي بجابس، بل تلجأ إلى المناولين من جديد. إذا بقيت هذه الوضعية مما جرى عنا عديد حوادث الشغل. هناك 4 وفيات للعمال، الأربع وفيات هذه لم يتم معالجتها بالطرق القانونية، لم تعتبر كحوادث شغل بل اعتبرت معناها حوادث مرور. إذا فالوضعية هذه دفعت العمال إلى إعلان إضراب مفتوح من أجل إدماجهم، إلا أنه المطلب هذا هو ليس بيد شخص وليس بيد الوالي ولا بيد الوزير، هو قرار سيادي، قرار للحكومة، قرار يتخذه مجلس وزراء يدخل في إطار سياسة الحكومة ككل. لذلك فالجلسة التي عقدت في مقر الولاية لم تسفر على نتائج معناها مرجوة، كذلك وقعت جلسة أول أمس في مقر وزارة الصناعة بتونس بحضور السيد وزير الصناعة، ولكن كذلك السيد وزير الصناعة يقول أنه لا يستطيع اتخاذ مثل هذا القرار، ولكنه يلتزم في المقابل بإدخال إصلاحات هيكلية على هذه الشركة من ضمنها قانون النظام الأساسي، توفير المعدات، توفير حقوق العمال إلى غير ذلك. ولكن عمال البيئة وعمال نقل الفوسفات معناها مصرون على هذا المطلب ويقولون أنهم سيواصلون إضرابهم حتى تحقيقه. هذا طبعا انعكس سلبا على شركة فوسفات قفا وعلى المجمع الكيميائي، وربما الأمور تتجه نحو معناها الكارثة، وهي معناها غلق المجمع الكيميائي ككل، الكيميائي ككل. ونحن كنواب في هذا المجال منقسمون حول هذه النقطة، هناك من يساند وهناك من يرى رأي آخر. نحن نساند، ولكن بالمقابل نعتقد أنه هذا القرار لا يمكن حله أو لا يمكن اتخاذه في الوقت الراهن. نحن نطالب كذلك ونطلب من عمال نقل الفوسفات القبول بمقترحات معناها وزارة الصناعة وبطرح معناها حقوقهم ضمن هذه الشركة، من الأفضل لهم في الوقت الحاضر ومن الأفضل للبلاد. شكرا سي عدنان. كان هذا حوار حصري مع سيد عدنان حاجي نائب مجلس الشعب لراديو توانسة FM من قفصة.